مشاهدينا الكرام، ألقت نتائج هذه الانتخابات بظلالها على المسلمين في فرنسا بعد أن سادت حالة من القلق والترقب في صفوف مسلمي فرنسا عقب نتائج الجولة الأولى خشية تصدر اليمين المتطرف نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة ووصوله إلى الحكم. وقد عبر عدد من المسلمين عن قلقهم من الصورة التي تنقلها عنهم وسائل الإعلام في وقت تشهد فيه فرنسا موجة من التضييق على أنشطة المسلمين وغلق لعدد من المساجد. ومع انتهاء الجولة الثانية نحاول الإجابة على السؤال التالي: لمن صوت الصوت المسلم في الانتخابات التشريعية الفرنسية؟ وهل لعبت دورا أو لعب هذا الصوت دورا في تغيير الوجهة من اليمين إلى اليسار؟ نطرح هذه الأسئلة على ضيف الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من باريس، دكتور عبد الله بن منصور، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا. دكتور عبد الله أحييك. وللحقيقة يعني ابتداء دعني أبدأ معك بالسؤال الذي كنت أطرحه على السيد ألان جريش منذ قليل: هل كان هناك فعلا من الأساس حضورا قويا لمسلمي فرنسا وللفرنسيين من أصول عربية وإسلامية بشكل أو بآخر ساهمت في تقدم اليسار وتصدره للانتخابات، أم أنها من الممكن أن يكون هناك مبالغة في هذا التصور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الدعوة الكريمة. الحقيقة نعم، كان للصوت المسلم في فرنسا تأثيرا كبيرا، وكل الساسة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يعلمون ذلك، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون أن الصوت الإسلامي يعني إن لم يكن عنده القدرة الآن لإنجاح مرشح فعنده القدرة لإفشال مرشح، وهذا الذي حصل في هذه الانتخابات. وصوت المسلم في فرنسا ينقسم إلى ثلاث جهات، يعني فيه المسلمون وهم الآن أغلبية ويزدادون يعني مع الأيام يزداد عددهم، الذين عندهم شعور بالمسؤولية ويعون ضرورة مساهمتهم في الحياة السياسية الفرنسية، وهؤلاء يصوتون ويفكرون ويختارون. فيه جزء آخر من المسلمين للأسف يعني يعيشون اللامبالاة ويعتبرون أنه لا تأثير لهم وما فيه فائدة للتصويت ولا يدخلون، وهؤلاء بدأ يقل عددهم، وخاصة هم من الجيل الأول أساسا. وفيه صنف ثالث وهم الذين للأسف الشديد يعني يبشرون بعدم جواز التصويت أو المشاركة، وتأتي فتاوي أغلبها من العالم العربي والإسلامي بأن هؤلاء كفار ولا يجوز كذا، وهؤلاء نشطين يعني في طيار سلفي يبشر بهذا في المواقع، ولهم تأثير في أوساط كثير من الشباب، وهم الذين يعني يؤثرون سلبا على مشاركة المسلمين. لكن في هذه الانتخابات وخاصة في الدور الثاني لعب المسلمون بفضل الله تعالى دورا أساسيا، شعورا بالمسؤولية. والحقيقة هم لم يدافعوا عن أنفسهم فقط، وإنما دافعوا عن المجتمع الفرنسي، لأن رمي فرنسا في أحضان اليمين المتطرف سوف يوصل البلد إلى طريق مسدود وإلى اضطرابات وإشكالات كبيرة جدا. لكن اسمح لي في نفس الوقت، نعم أتى اليمين المتطرف في ثالثا في هذه الانتخابات، لكن أيضا حقق نجاحات كبيرة، أعتقد يعني حاز على 10 ملايين صوت في هذه الانتخابات، لربما لم يأخذ هذه النسبة منذ فترة طويلة. البعض يقول أنه حقق نجاحا لم يكن نجاحا كاملا، لكن نجاحا جزئيا يستطيع البناء عليه، هل هذا صحيح؟ نعم يا أخي الكريم، الوجود الإسلامي في أوروبا عموما في فرنسا خصوصا أمام يعني نوع من الحذر حتى ما نقول عداء من 4 جهات. الصهيونية اللي في فرنسا تعتبر أن الوجود الإسلامي هو رافض للقضية الفلسطينية من زمان من سنين، وبالتالي محاربة الوجود الإسلامي يضعف من السند الموجه لفلسطين، ولذلك وسائل إعلامهم وقادتهم وكثير من قادتهم دعوا صراحة للتصويت لليمين المتطرف، وهم قد عقدوا من سنوات اتفاق استراتيجي مع اليمين المتطرف، رغم أن اليهود والصهيونية هم العدو التقليدي لليمين المتطرف، ولكنهم اتفقا على المسلمين. في الكاثوليك، لجزء من الكاثوليك وبعضهم أيضا نادى، يعتبرون كأن الإسلام دين منافس ومزاحم، خاصة مع كثرة اعتناق
يعني الفرنسيين للإسلام، فيه العلمانيون الذين اعتبروا أنهم قد أبعدوا الدين عن التأثير في المجتمع الفرنسي ورأوا أن المسلمين يؤثرون من جديد بدينهم، والجهة الرابعة للأسف الشديد يعني بعض الحكومات الأجنبية والعربية، وقد مولت ودخلت يعني لتأليب الساسة الفرنسيون على الوجود الإسلامي في فرنسا. هذه الأربع جهات ساهم في تقليتها الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في فرنسا. فالحكومة وجدت أن الحديث عن الإسلام والمهاجرين والأجانب يعني يخدر الشعب عن المشاكل الحقيقية، فاجتمعت كل هذه الخمسة لحملة إعلامية من سنوات، من حوالي 10 سنوات، للتخويف من الأجنبي عموما ومن المسلم خصوصا. فطبعا الفرنسي اللي هو في الريف واللي عنده حالة اجتماعية يعني فيها كثير من الضيق ومن المشاكل، لما يسمع صباح مساء أن هذا العدو هو هذا الأجنبي وهذا المسلم وهذا الحجاب، يعني ينتهي به المطاف بعد كم سنة أن يصوت لليمين المتطرف، لأنه هو الذي يرفع شعار التخلص من الوجود الإسلامي. فيعني منطقي جدا أن الفرنسيين صوتوا بأعداد كبيرة لليمين المتطرف، لكن يقينا أكثر من 80% منهم ليسوا مقتنعين لا ولا يعرفون حتى البرنامج السياسي لليمين المتطرف. هم يعرفون الشعار أن مشاكل فرنسا سببها هؤلاء، فإذا حكمنا سوف نطردهم تنتهي المشاكل، يعني بهذه البساطة. وكل يعني عموما هذه عادة، أنت أدرى مني دكتور، هذه عادة اليمين في كل الدول بشكل أو بآخر، مثل هذه الشعارات الرافضة للمهاجرين والرافضة للإسلام والمسلمين والطرف الآخر بشكل عام. لكن اسمح لي، هل نستطيع أن نقول الآن وبشكل واضح وصريح أن في هذه اللحظات أصبح للفرنسيين المسلمين صوتا حقيقيا مؤثرا فيما يخص ما هو قادم ومؤثرا في السياسة الفرنسية سواء الداخلية أو خارجية، أم مبكر على هذا القول؟ لا، هو يقينا أن الصوت المسلم اليوم مؤثر تأثير، وقد أثر في الانتخابات الرئاسية الماضية ورجح الكفة. الثلاث انتخابات رئاسية الماضية الصوت الإسلامي هو الذي رجح الكفة، وقد ذكر اعترف كل الساسة بذلك، وهو سيزداد يعني تأثيرا في مستقبل الأيام بإذن الله تعالى. والوضع اليوم في فرنسا يعني أنه ما فيه أغلبية في ثلاث فرق يعني، وهذا كلما كان فيه نوع من التحالف، ما فيش حكومة قوية، كلما كان أفضل ذلك للوجود الإسلامي. فهو بالنسبة لنا يعني وهذا أفضل حال، لأنه لو حكم اليمين المتطرف يعني وحده سوف يتخذ إجراءات فيها كثير من الحماقة ضد الوجود الإسلامي، ولو حكم اليسار أيضا وحده سوف يمنع من اتخاذ بعض القوانين اللي كانت مجحفة وإيقافها. لكن الآن التحالف سوف يضطر يبحث في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويستريح الوجود الإسلامي قليلا، ويزداد الوجود الإسلامي كل يوم تأثير بفضل الله تعالى. وهذا طبيعي جدا، لأن عدد المسلمين يزداد، يعني حوالي 5 ملايين يصوتون، لو صوتوا كلهم يعني واجتمعت أصواتهم لكان لهم تأثير كبير، لكن لم يصلوا بعد إلى هذه الدرجة التي نستطيع أن نقول يعني لهم التأثير الأول، لكن لهم تأثير أكيد. وقد أوصلوا في الدور الثاني اليسار أن يكون هو الأول بدل اليمين المتطرف. اسمح لي، ما الذي حدث خلال على الأقل السنوات القليلة الماضية، خصوصا من حكم الرئيس ماكرون؟ بدأ أن هناك تضييقا سواء على المسلمين في فرنسا، على الفرنسيين من أصول إسلامية وعربية بشكل عام، مسألة قانون الملابس أو العباءة، القانون الخاص بجبريل أتال رئيس الوزراء الحالي، التضييق على المدارس الإسلامية، على حتى على المساجد إلى آخره. سامحني، يعني إذا كان هناك حضور بهذا الشكل للصوت الإسلامي في فرنسا، ما الذي جعل حكومة أتال ومن خلفها ماكرون أن يعني يسيروا في هذا النهج؟
الذي ينظر للوجود الإسلامي في فرنسا يرى كثير من التناقضات الحقيقة. اليمين المتطرف لم يحصل على أصوات كثيرة في كل المدن الكبيرة، كل المدن اللي متواجد فيها مسلمون كان صوت الأصوات لليمين المتطرف قليلة جدا، أي كل الذين يخالطون المسلمين يعرفون أن هؤلاء ليسوا خطر ولكنهم هم بالعكس فرصة لفرنسا. 80% اللي صوتوا اليمين المتطرف هم في الأرياف الذين لا يخالطون المسلمين. وقد ذكر لي صديقي قصيص كان عندنا في مدينتنا، ذهب أصبح قصيص في قرية، يقول القرية اللي يعيش فيها حوالي 1800 ساكن ما فيه أجنبي واحد، وقال لي صوتوا أكثر من 85% لليمين المتطرف من باب الخوف. فحكومة، ما الذي حصل لحكومة ماكرون حتى تضيق على الإسلام؟ وصلتها ميزانيات وعقود من دول عربية يعني، ودفعت ميزانيات للتضييق على الوجود الإسلامي، ويقولون أن هؤلاء خطر. أولا خطر على أنظمتنا، سيتقوى عنده ديمقراطية وعندهم حرية إعلام وسيؤثرون ويأتي ربيع عربي جديد، ويقولونها صراحة. وأنا أعرف كثير من الصحفيين وكثير من رجال الاستعلامات والمخابرات الذين يذكرون لنا ذلك، ويقول له ويقول أيضا أنتم أيضا في فرنسا في خطر، لأن هؤلاء سوف يصلوا إلى أسلمة فرنسا بعد 30 سنة 40 سنة. وطبعا هذا التخويف، لما ترى مظاهر الإسلام، ترى مساجد، ترى حجاب، وترى مدارس إسلامية، وترى المسلمين ناجحين بفضل الله تعالى، هم من أفضل الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، هم من أولاد المسلمين. طبعا هذا يصيب المسؤولين بنوع من الهلع، لكن في المناطق يعني في المدن السياسيون في المدن مع علاقتهم بالوجود الإسلامي علاقة طيبة جدا، هو على المستوى الوطني الكبير، يعني الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا تقارير المخابرات أو من بعيد، أما كل الذين يحتكون بالوجود الإسلامي في قراهم في مدنهم ما عندهم هذا العداء المعلن على رأس الهرم في الدولة الفرنسية. طيب سؤالي الأخير دكتور عبد الله متعلق بالحالة، يعني الحالة النفسية الآن، أقصد الارتياح النفسي، أنتم مرتاحون أكثر كجالية أو عفوا كفرنسيين من أصول إسلامية وعربية، يعني طويت صفحة اليمين المتطرف المعادي لكم والمعادي لآخرين للحقيقة، أم أن هناك مخاوف من العودة مرة أخرى إلى صدارة المشهد السياسي في فرنسا قريبا؟ لا يعني احنا الحقيقه ما احنا مطمئنين دائما، يعني الخير دائما في مختاره الله، لكن يعني طبعا اليمين والطرف لم تطوى صفحته، يعني هي هذه جوله يعني خف فيها الضغط علينا، لكن تحالف لما ياتي قاده اليهود في فرنسا يدعون للتصويت لليمين المتطرف قضيه غير منطقيه، بل احدهم قال انا اصوت لهتلر ضد محمد، يعني أمر عجيب غريب هكذا. وبالتالي سخر الإعلام اللي مسيطر عليه كثير من الجهات، والإعلام الإسلامي ضعيف جدا، سخروا لتقوية اليمين المتطرف. الآن الحمد لله الصوت المسلم خفف من هذه الوطأة، وسيزيد هذا الأمر تأثيرا، لكن أنا لا أطمئن إلى تقلبات السياسة وإلى التحالفات. لما تأتي أموال من بلاد الخليج لتضخ في الاقتصاد الفرنسي حتى يحارب الوجود الإسلامي، لما يتحالف العلمانيون مع الصهاينة مع غيرهم يعني للتضييق، سوف تأتينا أيام فيها شدة. شكرا جزيلا. ونحن 40 سنة نحن دائما بين الشدة والرجاء والأمل دائما في الله سبحانه وتعالى، وفي وعي الجالية المسلمة الذي يزداد، وإن شاء الله سوف تأتينا أيام شديدة ولكن سوف نخرج منها بسلام بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور عبد الله بن منصور، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.